اللجنة ما بتقفلش أبوابها إلا مع خروج آخر ناخب، ما بتدخلش حد بعد 9، لكن تخرج حد في أي وقت بقى لحد ما يخلص آخر واحد. فبالتالي مع خروج آخر ناخب بيتم إغلاق الصناديق. القاضي المشرف على اللجنة بيعمل بقى كشوفه ومحاضر، وبيبدأ بقى عملية الفرز في اللجان الفرعية. فرز اللجان الفرعية وفقا للقانون مباشرة الحقوق السياسية، حق القاضي ان هو يبدأ في فرز الأصوات بعد نهاية بعد إغلاق صناديق الاقتراع. لكن في نقطة مهمة هنا بيعمل المحاضر اللي هو عدد الأصوات. أول بند بيكون عدد المقيدين في اللجنة، يعني مثلا اللجنة الفلانية أو اللجنة الثالثة في محافظة المنيا عدد اللي ليهم حق الإدلاء بأصواتهم مثلا 100,000. تمام. فبالتالي في 100,000 واحد. طيب عدد من أدلوا بأصواتهم من 100,000 دول الحاضرين بالضبط مثلا 70,000 واحد. طب عدد الأصوات الصحيحة 40,000 واحد. تمام. وبعدين بقى كل مرشح خد كم صوت. تمام. يعني النهاردة من بعد الساعة 9 بعد ما تغلق أبواب اللجان، واللي جوه اللجان يدلي بصوتهم، كلام واضح، الشرح واضح دلوقتي. ومع خروج آخر ناخب من اللجنة بيبدأ القاضي في فرز الأصوات. تمام. اللجنة دي يبقى فيها كام حضر منهم، قد إيه العدد الأصوات اللي راحت لعاطف، قد إيه عدد الأصوات اللي راحت لعزة، قد إيه، يبدأ يعلن عن عدد الأصوات. تمام. وبيعمل ده في كشفين. تمام. في نسختين. ومن حق اي مرشح ان هو يطلب النسخه منهم او وكيله. لكن في نقطه مهمه هنا، لا يعلن النتائج. لا يعلن النتائج، مستحيل. أي. ممنوع عليه بحكم القانون يعلن النتائج. أي. هو بيعلن الارقام، بيعطي الارقام للمرشحين لو احتاجوها، لكن لا يعلن النتائج، لان اعلان النتائج لكن يديني الارقام بتاعتي. ان انا مثلا انتخبوني 90,000 من ال 100,000. تمام. من حق يديني رقم، من حق المرشح ومن حق وكيله ان هو يطلب ده. أي. انه يطلب نسخه من كشف بتاع إحصاء الأعداد، سواء الأعداد الصحيحة البطلة، الأصوات اتوزعت على مين. من حق المرشح أنه يطلب ده. لكن مش من حق القاضي في اللجنة الفرعية أو اللجنة العامة أنه يعلن النتيجة، لأن إعلان النتائج من مهمة الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي محددة المرحلة الأولى حد أقصى 1 نوفمبر 1/11 اللي جاي. لسبب بسيط كمان يا مدام عزة، احنا بنتكلم على جزء من الأصوات لسه لم يحصى، لسه لم يعلن، اللي هو أصوات المصريين في الخارج. فبالتالي إعلان النتيجة فقط مهمة الهيئة الوطنية للانتخابات بعد ما توصل لها محاضر الفرز كلها، بعد ما توصل لها أصوات المصريين بالخارج، بعد ما ممكن مرشحين يعترضوا على إجراءات معينة في الفرز. طبعا يطعن في ده. فبالتالي اللجنة العامة هي اللي بتقرر بأغلبية أصواتها مصير الطعن ده إيه. فبالتالي كل النتائج مش بتكون إبتا أصوات الخارج بتبقى فاصلة لو الأصوات ما بيني وما بينك قريبة. لا، لو انا وانت قصاد بعض ونجحت بالتاكيد بفرق اصوات بسيطه بالتاكيد، هو يعني ايا سواء كانت حاسمه او غير حاسمه او بترجح كف ده على ده، لا يمكن تجاهلها اطلاقا. يعني اقصد لو الاصوات قريبه، لكن لو الفرق ما بيني وبينك طبعا لو الفرق كبير، لو الفرق شاسع يعني ممكن، لان احنا بنتكلم على ان هو تصويت لو حد إنه فاز باكتساح بيبقى صعب بالظبط، بيبقى صعب تعويضه، خاصه لما بنكون عارفين ان حجم الكتله الانتخابيه في الخارج قد ايه. وحجم الكتله الانتخابيه في الداخل قد ايه. فبالتالي انتخابات الداخل هي اللي بتكون حاسمه، وهي اللي بتكون الا لو الفارق طفيف بين الاثنين، وده يعني بيبقى انتظار التصويت اللي في الخارج في غايه الاهميه. بالظبط. واحنا في كل الاحوال لازم ننتظر. بالظبط طبعا لازم بننتظر أصوات المصريين في الخارج، وفي كل الأحوال بننتظر النتيجة النهائية الرسمية المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات، لأن ما دون ذلك ممكن يؤدي لبلبلة.